نفذ وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق نزولا ميدانيا لتفقد أعمال مشروع شق وسفلة الطريق الغليلة المقلب المقلب أمبيخة ومشروع توسيعة مدرسة خولة بمعية كل من مدير عام مديرية المكلا المهندس صالح العمري ومدير عام مكتب وزارة الأشغال والطرق الدكتور محمد بخلعة ومدير عام صندوق النظافة والتحسين المهندس سامي بن شبراقة ومدير عام إدارة المشاريع بديوان المحافظة المهندس أبو بكر بجابر ونائب المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت فادي عوض الجنزل. وأطاف الوكيل بارزيق مع الوفد المرافق له في مشروع شق وسفلة الطريق الغليلة المقلب المقلب مبيخة اطلع على الأعمال المنجزة في المشروع فيما قدم كل من مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق ومدير عام صندوق النظافة والتحسين شرحا مفصلا حول المشروع فيما تفقد أيضا الوكيل والوفد المرافق معه على سير أعمال المشروع إعادة تأهيل وتوسعة مدرسة خولة المرحلة الثانية والتي تشمل عملية توسع للصفوف الدراسية ورص وتبليط للساحة وتركيب خيام داخل حرم المدرسة وأشاد الوكيل الفني لمحافظة حضرموت بالعمل المنجز المشروع مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية هذه المشاريع التي تصب في خدمة أبنائنا الطلاب وتوفير الإمكانيات اللازمة والمتاحة لتسهيل العملية التعليمية بالمحافظة.